للحديث عن هذه الحملة ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة يوم القرى دكتور عبد القادر محمد. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا، حياكم. ما تفاصيل الحملة التي أطلقتموها في مخيمات الحبانية بالأنبار؟ في الحقيقة هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة التي تقدمها منظمة أم القرى لإغاثة الإنسانية للعائلات النازحة الموجودة في مخيمات النزوح. نعم. وهذه الحملات في مختلف المحافظات، حيث يوجد النازحون في الموصل وأبين وكركوك والأنبار. فهذه الحملة الأخيرة كانت تضمنت 600 من حمالية وزعت على العائلات الموجودة في مخيمات مدينة الحبانية قرب المدينة السياحية في محافظة الأنبار. وهذه المنح جاءت يعني تلبي شيئا يسيرا من حاجة هؤلاء النازحين في المخيمات، وهم بالتأكيد يحتاجون المزيد من الدعم. وفي هذا في وقت تقل المساعدات وإغاثة هؤلاء النازحين من قبل الجهات المعنية الحكومية وغيرها، وهم يقضون حياتهم الصعبة وفي هذه الظروف الإنسانية الصعبة في مخيمات النزوح لهذه الفترة منذ 5 سنوات تقريبا. ماذا عن مشاريعكم المرتقبة في موسم الشتاء للنازحين؟ الحقيقة نعم، اطلعنا نحن على أحوال هؤلاء النازحين و يعني وقفنا على حاجاتهم الوقتية والظرفية اللي الآن يمرون بها، وبالتأكيد مع نحن في على أبواب الشتاء بحاجة إلى أغطية وبحاجة ملابس، فهناك لدينا مشروع إن شاء الله نعمل عليه لتجهيز طلبة المدارس والكسوة الشتوية والزي المدرسي لهؤلاء الطلاب هذه العائلات في مخيمات النزوح إن شاء الله في مختلف المحافظات بإذن الله في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، انطلاقا من احتكاككم الدائم مع النازحين، ما تقييمكم لأوضاعهم في وقت تتحدث الحكومة عن عودة طوعية لهم إلى مناطقهم؟ وبالتأكيد يعني ظروفهم يعني ماذا نتوقع أن تكون ظروفهم المعيشية الصعبة في ظل يعني خيام نازحين في يعني الصحراء، يعني رغم كل ما يقدم، يعني وإن كان هو هذا ما يقدم لهم شيء قليل، لكن تبقى يعني ظروفهم صعبة ويعني معاناتهم مستمرة للأسف الشديد. و يعني هم كثير بعض هذه العوائل يعني استطاعت العودة، وهناك ما زالت كثير من عوائل 600 عائلة تقريبا في مخيمات الحبانية، وهناك ما زها 1000 عائلة موجودة في مخيمات العامرية. وأيضا نحن في ضمن جدول أعمال المنظمة نعمل على توفير بعض المساعدات الإغاثية، سواء منح مالية أو مواد غذائية أو ملابس وأغطية كما قلت في هذا الأيام في نحن على أبواب فصل الشتاء. فمعاناتهم مستمرة وبحاجة إلى دعم يعني كثير، وكثير من المنظمات اللي كانت توفر لهم الدعم توقفت أو انقطعت عن دعمهم بسبب طول الزمن هذه الأزمة، فهم بحاجة إلى مراجعة يعني هذه المنظمات أحوالهم والوقوف على حاجتهم مرة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم المنسق العام لمنظمة يوم القرى دكتور عبد القادر محمد، كنتم معنا عبر الهاتف من الأنبار.